Hello everyone, this is Dr. Marwa Omar. Welcome to this video about the practical parasitology sessions, which would be about the water lily sign of hydatid cyst. يمكن شرحنا قبل كده يا دكاترة الهيداتيد سيست والسيستيك هيديتوزيس بصفة خاصة بالتفصيل، وعرفنا في السيشنز اللي قبل كده في الجي اي تي موديول الفرق ما بين السيستيك والالفولر. هنحاول في السيشن بتاعة النهاردة نطبق اللي أخدناه في النظري للي ممكن نشوفه في الحياة الكلينيكال أو الحياة البراكتيكال، وخاصة فيما يخص الجزء الخاص بالراديولوجي أو الأشعة. يمكن الواتر ليلي ساين هي واحدة من الـ very common and standard radiological findings اللي ممكن تقابلوها في حياتكم العملية، ودي يعني تعتبر ساين شهيرة جدا للهيداتيد سيست. سموها الواتر ليلي، إن كلمة واتر ليلي بمنتهى البساطة هي عبارة عن نبات زنبق الماء اللي بيكون ظاهر كده على النيل واللي بيطفو ويعوم على النيل ده، لأن شكل الساين زي ما هنشوفها دلوقتي يمكن في الفيديو بيكون بالظبط عامل زي شكل ورد الماء أو الورد النيل. فنقدر نقول ان هي very common، من معروفة جدا للناس بتوع الراديولوجي والناس بتوع الالتراساوند والأشعة. الساين دي يا دكاترة بتظهر في أشهر أماكن موجود فيها الهيداتيد سيست، ألا وهو طبعا زي ما احنا عارفين الليفر نمبر 1 ثم يليه اللنج، وبنسبة رير قوي في البرين والبون أو الكدني. يبقى مكانها على حسب مكان تواجد الهيداتيد سيست بالظبط. الووتر لالي دي يا دكاترة، أو إن الهيداتيد سيست ياخد هذه الستيج، actually it's a stage transitional in between the active and degenerated cyst. يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده هيداتد وحصل مثلا ابتدى يدخل في مرحلة الكالسيفيكيشن او مرحلة الديجنريشن، او لو الشخص ده بيرسبوند تو ثيرابي، او لو حصل مثلا ديكريز في الانتراسيستيك بريشر، بيبتدي يا دكاترة يحصل ديتاتشمنت للميدل نون سيلولر لامينيتد لاير، وتبتدي يحصل لها فلوتنج على او وسط الهيداتد فلويد اللي هو مالي الكونتنت اوف ذا هيداتد سيست، والكلام ده هنشوفه بشكل أوضح في الفيديو دلوقتي. زي ما نشوف الفيديو اللي قدامنا ده يا دكاترة، دي صورة الترا ساوند للرايت لوب اوف ذا ليفر لشخص عنده هيداتيد سيست في الليفر. سو زي ما قلنا قبل كده ان اشهر مكان الهيداتيد هو الهيباتيك سايت، حتى كنا بنشبهها اتش اند اتش. سو ليتس واتش ات. Of course, all the copyrights are reserved to the original video owner and special thanks to the submitter. اوكي، اللي احنا شايفينه ده دلوقتي يا دكاتره عباره عن detached laminated layer عماله تعوم في الكونتنت اوف ذا سيست او في الهيداتيد فلويد نفسه، وزي ما اتفقنا ان مكانها في الرايت لوب اوف ذا ليفر، او في الحقيقه this patient had another cyst in the left loop. وده باين قدامنا بالسونار، يعني ده نوع الاشعه هو ultrasonography. هل ده معناه ان السيست ما بيبانش غير بالسونار؟ لا، بيبان في الاكس راي، ممكن يبان في الام ار اي، ويبان على حسب مكانه. يعني هذه ساين تبان على حسب مكان السيست نفسه. يبقى شكلها عامل زي ايه؟ عامل زي الورده اللي عايمه على الميه. وزي ما قلنا this sign is very common for the hydatid and very common to the radiologists. And so this was the water lily sign of a hydatid cyst, audio presented to you by Dr. Marwa Omar. Thank you so much for listening.